أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها للحديث عن أبعاد الدعوات الأممية والدولية للأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي. جدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تأكيده على الحل السياسي للأزمة في اليمن، ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف إلى تيسير مهمته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل. كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان سلامة المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مرحبا بقرار التحالف فتح ميناء الحديدة من أجل السماح للسفن التجارية بالدخول لمدة 30 يوما. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أبعاد الدعوات الدولية والأممية في ضرورة عودة الحل السياسي، وما هي فرص عودة المسار السياسي أمام التصعيد العسكري. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. في ظل تصعيد ميداني وتغييرات كثيرة شملت الخارطة السياسية والعسكرية خلال الأشهر والأيام القليلة الماضية، تعود الدعوات الأممية لضرورة استئناف العملية السياسية من جديد. دعوات تأتي بعد إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه الرياض وتوالي المواقف الدولية المتصاعدة بالتحذير من وضع الصراع المتفاقم في اليمن. المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قال إنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف والانتهاكات واستمرار تعريض حياة المدنيين للخطر. البيان الأممي للمبعوث قال إن قرارات مجلس الأمن أكدت على ضرورة قيام جميع الأطراف اليمنية بكفالة سلامة المدنيين، وعلى ضرورة تيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق. الدعوة الأممية أتت بعد أيام قليلة من دعوة السفير الأمريكي ماثيو تولر ميليشيا الحوثي إلى تسليم السلاح والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع وفقا للإطار الأممي، وأكد أنه ليس هناك أي حل عسكري للصراع القائم. الحكومة الشرعية قالت إن الحسم العسكري مستمر، لكنها تدعم الحل السياسي شريطة أن يكون لدى الحوثيين استعداد للالتزام بالحوار على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، ما لم فسيكون الأمر مضيعة للوقت. إذا لديهم استعداد بالالتزام بالحوار على أساس المرجعيات مع الحكومة الشرعية وما تمثله أيضا من تحالف سياسي، سيكون هذا هو المدخل. على ذلك مضيعة للوقت، على أني أرى بأنه الآن ما عاد يمكن أن نذهب إلى حوار بنفس السهولة التي ذهبنا إليها في جنيف وفي بييل وفي الكويت. يقف المشهد اليمني إذن بين توجه كبير للحسم ودعوات عديدة للمفاوضات، وبين هذا وذاك يظل المدنيون الخاسر الأكبر في الدوران بحلقة العنف والانقلاب التي لم تتوقف. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض، مستشار وزير الإعلام أستاذ مختار رحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين وضيفك الكرام جميعا. حياكم الله. إذن أستاذ مختار، هناك دعوات أممية ودولية أيضا لإعادة المسار، لإعادة يعني الحديث عن المسار السياسي، لماذا تأتي في هذا التوقيت بالذات برأيك؟ طبعا تأتي في هذا التوقيت نظرا لما شاهدته الساحة السياسية في اليمن من أوضاع جديدة ومن تخلخل لجبهة الانقلاب وانتفاضة علي عبد الله صالح وما تبعها من قتل لعلي عبد الله صالح من قبل الحوثيين واختلال ميزان الطرف الآخر، وأيضا تحرير مناطق شاسعة ومناطق أنا أعتبرها والجميع يعتبرها مناطق استراتيجية في الساحل، وكذلك منطقة بيحان وعسيلان في محافظة شبوة. بالتالي الدعوات طبعا هي ليست بجديدة، يعني الدعوات تأتي بين الفينة والأخرى من الأمم المتحدة، من المجتمع الدولي، من سفرات الدول الراعية للمبادرة الخليجية وللوضع الانتقالي في اليمن. بالتالي هذه الدعوات تأتي بين الفينة والأخرى للعودة للمسار السياسي. موقف الحكومة وموقف الشرعية هو موقف ثابت، والجديد فيه أن فخامة رئيس الجمهورية أعلن قبل يومين في الاجتماع مع سفراء الدول
19 في الرياض، أعلن موقف واضح أنه أن الميليشيات الإنقلابية قد أو الميليشيات الحوثية قد قضت على المسار السياسي، ولكنه بنفس الوقت اشترط أنه لا يمكن العودة للمسار السياسي والمشاورات السياسية إلا بعد الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات الدولية، وكذلك الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها وهي الثلاثة المرجعيات المتفق عليها. بالتالي أنا أعتقد أن الحديث حالياً عن العودة للمسار السياسي أو البدء المشاورات أنا أعتقد أنه ضربا من الخيال، لأنه يمكن الحديث عنه أنه عبث الآن نتحدث عن مسار سياسي، بينما الميليشيات تعبث في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها، بينما هناك انتصارات يتم تحقيقها، بينما هناك ترتيب للأوراق من قبل التحالف العربي مع حلفاء في اليمن ومع الأطراف السياسية الموجودة في اليمن. بالتالي أنا أعتقد أن الحديث الآن بهذه الفترة بالذات أنا أعتبر أنه مجرد ضرب من الخيال، أن الأطراف سوف تجتمع، هناك اختلال في الطرف الآخر، لم يعد هناك المتمرشد العام، لم يعد موجود في الساحة، تم التنكيل بالقيادات الكبيرة من حزب المؤتمر الشعبي العام، قتل زعيم المؤتمر وكذلك الانهاء عن المؤتمر رئيس الوفد المفاوض في المؤتمر. بالتالي انا اعتقد ان في هذه الفتره هذه انا اعتقد انه سيكون هناك حوار، او ان الدعوه الى الحوار انه ستؤتي ثمارها على الاقل خلال الفتره الماضيه، مع اننا نتمنى ان يتم تحكيم العقل والعوده للمشاورات وتنفيذ القرارات الدوليه، ولكن المعطيات على ارض الواقع تعطينا نتائج سلبيه. من لم يلتزم طوال 3 سنوات كيف يمكن أن يتم إقناعه خلال هذه الأيام؟ طيب هذا يعني يدفع للتساؤل إلى أي مدى الرئيس عبد الرب منصور هادي جاد عندما يتحدث عن أن الحل العسكري هو الأنسب الآن؟ المعطيات على أرض الواقع هي ما تشير إلى ذلك، الانتصارات، الجيش الوطني، ذلك حدث يعني من قبل أستاذ مختار، يعني كان هناك حديث عن حل عسكري وعن تطورات ميدانية على الأرض، لكن في الأخير هدأت الجبهات وانتهى هذا الموضوع وعاد الحديث مرة أخرى عن الحل السياسي. ما الجديد هذه المرة؟ لا بالعكس، بالنسبة للخيار العسكري هو مقترن بالحل السياسي، طالما أنه لم نصل إلى حل سياسي من خلال المشاورات هناك حل آخر، وهذا الحل حتى الحل العسكري هو من أجل تنفيذ القرارات الدولية، من أجل أن يتم سحب السلاح من الميليشيات الإنقلابية وعودة الدولة وسيطرتها على الدولة. بالتالي المعركة لا يمكن أن نقول أنه هدأت المعركة، المعركة مستمرة طوال 3 سنوات، صحيح هناك يعني تشتعل جهة وتهدى جهة أخرى، ولكن هذه طبعا طبيعة المعركة. رئيس الجمهورية حينما يتحدث أنه اليوم وبعد ما حصل في العاصمة صنعاء يؤكد أن الجميع الآن بما فيهم الكثير من قيادة المؤتمر الشعبي العام أصبحوا الآن مؤمنين، بعد أن رأوا وحشية هذه الميليشيات، بعد أن رأوا الانتقام من قبل هذه الميليشيات، بعد أن رأوا أن هذه الميليشيات لا يمكن الأمان لها، لا يمكن التعايش معها، تحدث أنه بالفعل لا يمكن الحديث عن مشاورات أو عن الدخول بحل سياسي. نحن جربنا مع الميليشيات الإنقلابية الدخول أو الميليشيات الحوثية بحل سياسي، وجربنا معهم الدخول ب يعني مفاوضات ليس من الآن، ولكن منذ ما قبل دماج وما بعد دماج. هم يا سيدي العزيز لم يسلموا بندق واحد، فكيف لهم أن يسلموا الآن دبابات والأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية؟ أنا أعتقد أنه الحديث الآن أننا سنذهب معهم إلى مشاورة أو أنهم في نهاية المطاف سيسلموا أسلحة وسينسحبوا من المناطق، أنا أعتقد أنها ضرب من الخيال. أنا أتذكر كلمة لمحمد عبد السلام الناطق الرسمي للحوثيين، قال في مشاورات الكويت، قال نحن مستعدين أن نحاربكم حتى على كيلومتر، يعني لو وصلت المعركة إلى كيلومتر فقط سنحاربكم على هذا الكيلو ولن نسلم لكم لا أسلحة ولن ننسحب. بالتالي هذا الجواب، هذا هو الجواب الذي يجب أن يعرفه الجميع، أن هذه الميليشيات لا يمكن أن تسلم الأسلحة، لا يمكن أن تدخل بصورة مباشرة بمشاورات تفضي إلى حل سياسي وسلمي. بل بالعكس، علي عبد الله صالح سلم لهم البلد وسلم لهم عسكرات الدولة، وبالأخير قتلوه وهو كان حليفهم وهو كان يعني شريك معهم في الانقلاب ضد الشرعية وضد الدولة ومؤسسة الدولة. بالتالي كيف نأمن أن نعود معهم وأن ندخل معهم بشراكة وأن ندخل معهم بحكومة؟ كانت معهم نفس الحكومات بعد 2014 بعد الدخول إلى صنعاء والاتفاق على اتفاق السلم والشراكة، تم تسليم لهم 50% من كل مؤسسات الدولة، ومع ذلك لم يقبلوا. هم يريدون أن يبقوا وحيدين في البلد، هم يريدون أن يبتدوا الأجندة الخارجية فقط، أما ما دون ذلك الحديث عن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. هو مجرد فقط لكي يحصلوا على مزيد من الوقت فقط.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مختار. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من مسقط، الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن دكتور، دعوة أممية وكذلك دعوات دولية وضغوط ربما على التحالف العربي لموضوع يعني توفير الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في داخل اليمن، وكذلك لعودة الحديث عن المفاوضات السياسية، ما دلالة التوقيت برأيك؟ دلالة التوقيت هذا ما اعتدنا عليه من قبل المنظمات الدولية، أنه كلما حدث تحول في الأزمة اليمنية أعادوا الحديث عن الحل السياسي، ولكن المؤسف أن الكل يتحدث عن الحل السياسي وفي الوقت نفسه الكل يعيق الحل السياسي. هل الحوثيون الآن سيقبلون بحل سياسي؟ الحوثيون دخلوا كمشروع عقائدي سياسي من أجل يعني السيطرة على اليمن، هم يمثلون أجندة خارجية. هل ستقبل إيران بحل سياسي يحجم الحوثيين ويزيلهم عن السلطة؟ هل ستقبل الولايات المتحدة بحل سياسي ربما يعيد قوة الثورة مرة أخرى إلى يعني شدة الحكم في اليمن؟ هل سيقبل التحالف بحل سياسي ربما يعيد أيضا قوة سياسية بحجم الإصلاح إلى الحكم؟ يعني الأطراف الدولية في تقديري إلى هذه اللحظة لا يبدو أنها جادة في الشروع في حل سياسي ينتصر لخيار الدولة الديمقراطية وخيار الدولة اليمنية، لأن أكلاف هذا الخيار ربما تكون أكلاف باهظة على هذه الأطراف الدولية. فيعني يبدو لي أن الحديث عن الحل السياسي هو حديث إنشائي، هو حديث سياسي وليس حديثا جادا، بدليل أن الحديث عن الحل السياسي بدأ منذ فترة ليست يعني بالقصيرة، ومع ذلك هذا الحديث وكل الإجراءات التي تمت في هذا المسار لم تفضي إلى نتائج يعني ملموسة مرضية. وفي طليعة هذه الجهود مفاوضات الكويت التي استمرت يعني أشهر ولكنها أيضا لم تفضي إلى شيء ملموس. أنا في تقديري أن هذه الأطراف الدولية، إيران، الولايات المتحدة ودول التحالف إلى حد ما، يعني يبدو أنها متهيبة من الشروع في حل سياسي قد لا يترجم الأجندة التي من أجلها تورطوا في هذه الأزمة اليمنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا لا مناص، يعني دعني أقول أنه لا مناص اليوم بعد مضي هذه الفترة المتطاولة وهذه الأكلاف الباهظة التي دفعها الشعب اليمني إلى هذه اللحظة السياسية والإنسانية وغيرها، لا مناص من الولوج في حل سياسي. ولكن يبقى السؤال، هل الظروف الآن ناضجة للحديث عن حل سياسي جاد؟ أنا أقول أن الظروف لم تنضج بعد، وأقول أن ميزان القوى لا أقول ما الذي سيوفر ذلك إذن دكتور؟ ما الذي سيوفر ذلك؟ أن على التحالف، على التحالف أن يعني يخرج من حالة الجمود العسكري ويغير ميزان القوى على الأرض على النحو الذي يدفع الحوثيين إلى الإذعان للإملاءات السياسية والقبول بحل سياسي متوازن. هذا إلى هذه اللحظة، هذا الشرط ليس متحققا على الأرض. الحوثيون ليس هناك ما يدفعهم إلى الإذعان بقبول حل سياسي متوازن. كما قلت، الحل السياسي المبادئ أو يعني المرتكزات الجوهرية التي ينبغي أن يرتكز عليها أي حل سياسي هو الانتصار لخيار الدولة الديمقراطية، وخيار الدولة الديمقراطية لا يبدو أنه مرحب به من قبل القوى الإقليمية والدولية. لا إيران ترقب يعني في رؤية نظام ديمقراطي ينتصر يعني قيم الحرية والعدالة والتداول السلمي على السلطة وتمثيل القوى السياسية بحسب أوزانها النسبية، ولا الولايات المتحدة ترغب في ذلك لأن هذا سيعيد قوى الثورة إلى حكم اليمن، ولا التحالف. يعني حتى التحالف يبدو أنه إلى هذه اللحظة متردد، متهيب، حذر من القبول بحل سياسي ينتصر لخيار الدولة الديمقراطية وخيار يعني القيم. طيب في إطار ذلك دكتور عبد الله، يعني في إطار كل ذلك أو باعتبار كل ما تفضلت به، ما على الحكومة الشرعية القيام به حتى تفرض الأجندة التي يبدو أنها هي وحيدة في نهاية المطاف المعنية بتنفيذها لمصلحة اليمنيين في نهاية الأمر؟ على الحكومة الشرعية أولا أن تخرج من حالة الأسر وحالة الارتهان للإرادة الإقليمية وأن تطرح مبادرات. على الحكومة الشرعية أن تعيد تأهيل نفسها عسكريا وسياسيا.
الجيش الوطني اليوم صحيح أن هناك كثير من النجاحات تحسب للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ولكن الجيش الوطني نتيجة يعني التقصير في دعمه وتأهيله وتدريبه ويعني دعمه بما يحتاج، الجيش الوطني لا يستطيع أن يحسم المعركة عسكريا، لا يستطيع أن يغير موازين القوى على الأرض عسكريا، ليس لنقص فيه ولكن لأنه لا يحصل على الدعم المطلوب العسكري والاستخباراتي واللوجستي. إذن على الحكومة الشرعية أن تبني نفسها وأن تخرج من حالة الارتهان إلى الإرادات الإقليمية المتجاذبة والمتصارعة، وأن تكون مستقلة في قرارها العسكري وقرارها السياسي. أنا طيب. كما قلت لا بد أولا من يعني حدوث تحول في ميزان القوى على الأرض، هذا التحول سوف يفتح المجال لحل سياسي جاد. ما لم يصل الحوثيون إلى قناعة، مفادها أنه خلاص يعني ما عاد بإمكانهم أن يناوروا كثيرا وعليهم الإذعان لإملاءات الحل السياسي، ما لم يصلوا إلى هذه القناعة وإلى هذه المرحلة فلن يقبلوا بأي حلول سياسية، وسيبقى الحديث عن الحل السياسي هو حديث أروقة الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية وغيرها. طيب دعني أنقل هذا الكلام إلى ضيفي الآخر مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، يعني الآن سمعت ما تفضل به الأستاذ عبدالله وما على الدكتور عبدالله وما على الحكومة القيام به، هل يعني بات الآن الوقت مناسبا للضغط على الشركاء في التحالف العربي لتحقيق نقلة نوعية في مسار العمليات على الأرض لوقف هذه الأحاديث المتكررة والتي يقول كثيرون أنها لن تنتهي حول الحل السياسي، وهي كما تقول أنت حتى يعني عدمية في نهاية المطاف؟ أنا أتفق مع كثير مما ذهب إليه الدكتور. بالفعل هناك عدم دعم كامل للجيش الوطني. الجيش الوطني الآن جيش كبير يمتلك الأفراد، يمتلك القيادات، ولكن لا يمتلك الدعم الكافي. يعني هناك إشكاليات ترحل من شهر لآخر. إذا كنا نتحدث عن أبسط حقوق الجندي أو العسكري أو الضابط الذي ينتمي للجيش اليمني، مرتباته تصل من شهرين إلى 3 إلى 4 أشهر لا تسلم له. ناهيك عن الدعم الآخر، ناهيك عن الخطط الاستراتيجية لخوض معركة نهائية. يعني الجميع يتحدث، الجيش الذي يصل عدده يعني بعشرات الآلاف المتواجد في مأرب وفي غيرها، ألا يستطيع هذا الجيش الدخول إلى 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 صنعاء؟ هذه أسئلة طبعا كثير يتحدث عنها. لا، الجيش الوطني يستطيع أن يدخل صنعاء، يستطيع أن يحرك صنعاء، يستطيع أن يتجاوز تباب نهم وجبال نهم والدخول إلى نقيل بن غيلان والانتقال إلى أرحب والانتقال إلى الأمانة العاصمة والعاصمة صنعاء. لكن هناك توجسات، هناك خوف، هناك مما الخوف هو أن تأثير ما بعد العاصمة صنعاء. يعني هناك بعض الأطراف وهناك بعض الشركاء في التحالف العربي يقول أنه في حال أنه تم تحرير صنعاء البديل سيكون هو تجمع اليمن للإصلاح، بالتالي نكون أنه تخلصنا من الحوثيين وأتينا للإصلاح. هذه طبعا إشكالية. اللقاء الذي تم بين قيادة التجمع اليمن للإصلاح وولي عهد أبو ظبي وكذلك ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان كان يعني خطوة إيجابية لتبديد هذه المخاوف، لفتح صفحة جديدة مع الإمارات من قبل التجمع اليمني للإصلاح الذي هو يعتبر الآن القوة المتماسكة، القوة الكبيرة، الذي يمتلك الشعبية الكبيرة، الذي يمتلك الأتباع المنتشرين في كافة أنحاء الوطن. بالتالي لا بد من تبديد هذه المخاوف، لا بد أن تنتهي هذه المخاوف لدى التحالف العربي والبدء بالخطوة الثانية وهي الدخول إلى صنعاء. كانوا يراهنون للأسف الشديد، أشكرك، كان البعض يراهن على علي عبد الله صالح أنه هو من سيقوم بتخليص اليمن من الميليشيا الحوثية، لكن للأسف أن هذا أن هذه ما كان يتم الانتظار له اتضح في الأخير أن علي عبد الله صالح لم يعد كان يمتلك شيء، بل بالعكس تبخر الحرس الجمهوري وتبخر، بل أنه حدثت خيانات. والقصة طويلة، قصة علي عبد الله صالح. أشكرك إذن مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب مشاهدينا الكرام بدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، يعني وفقا للتطورات الداخلية الأخيرة، هل هناك قدرة لدى الشرعية على إحداث تغير على الأرض بعزل العوامل الدولية التي تشكل كثير من الضغوط في كثير من الأحيان؟
وفي الحقيقة أن الشرعية يعني الآن أمام فرصة كبيرة وسانحة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله الصالح خارجيا وداخليا. الفرصة الداخلية في الانفتاح على المؤتمر الشعبي العام ومحاولة توحيد المؤتمرين وإبعادهم عن الانقلابيين الحوثيين في الداخل، واستغلال الشرخ العميق الذي لم يعد شرخا وإنما أصبح طلاقا فيما يبدو بين الحوثيين وحزب المؤتمر بعد مقتل رئيس المؤتمر الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. هل أجدت الجهود حتى هذه اللحظة؟ لا أعتقد، لأن هناك اتجاه لأن يظل المؤتمر على مسافة واحدة فيما يبدو بين الشرعية وبين الحوثيين. وإلى ما يعود ذلك بتقديرك يقدر يرجع ذلك عدد من العوامل. أولا فيما يخص جانب المؤتمر الشعبي العام، هناك يعني شعارات 3 سنوات كانت تطرح، يصعب على المؤتمر، أنا أقصد مؤتمر الداخل، يصعب عليه أن ينفصل من هذه الشعارات التي طرحت خلال الفترة الماضية بين عشية وضحاها، أن يتخلى عنها فجأة وبشكل سهل. وإنما أعتقد أن الوقت لم يحن، ولكن يجب على الشرعية في تصوري أن تمد الجسور وأن تحاول أن تتواصل مع القيادات التي يمكن أن يعني أن تخرج من هذه المظلة. لا ننسى أن الحوثيين يفرضون سطوتهم على صنعاء، وأن مئات المؤتمرين الآن في السجون، وهناك أيضا موقوفون داخل في بيوتهم تحت الإقامة الجبرية ومنهم وزراء. وإذا ضاعت هذه الفرصة فأنا أعتقد أن المؤتمر ربما يتشظى ويضيع، ويسيطر الحوثيون في الداخل على جزء كبير منه، لكن لا أعتقد أن الفرصة ستضيع. وإذا ضاعت من جهة الشرعية فإن هناك جهات أخرى تحاول أن تعيد بناء المؤتمر بما يعيد لهذا الحزب يعني دوره السابق كحزب حاكم بما لا يتعارض مع الشرعية، وإن لم يكن متطابقا مع الطروحات التي تطرحها الحكومة الشرعية. بالنسبة للجانب الخارجي، هناك أيضا إجماع في الخارج بعد مقتل الرئيس السابق بأن اليمن الآن في صنعاء تحديدا يحكم بعصابة مسلحة، بميليشيا مسلحة ليس لها أي تمثيل نيابي وليس لها أي صفة رسمية وليست حتى حزبا سياسيا. وبالتالي هذه لحظة تاريخية فارقة بالنسبة للحكومة، يجب عليها أن تستغلها، أن 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 يعني أن تبني على هذا الأساس، على أساس أن اليمن مخطط من قبل ميليشيا، ولا أحد يستطيع أن ينكر في العالم ذلك. اليوم الروس في اتصال بين بوتين والعاهل السعودي، أكد بوتين إدانته لإطلاق الصاروخ، وهو موقف لإطلاق الصاروخ على الرياض، وهو موقف روسي متقدم إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ذلك الموقف جاء أيضا بعد سحب البعثة الدبلوماسية الروسية من صنعاء، الذي يعني أن الروس وهم الذين كانوا ربما يصنفون على أنهم قريبون من علي عبد الله الصالح في السابق، أصبحوا يدركون بأنه لا مجال لأي نوع من العلاقة بين الميليشيا الحوثية وبين دولة عظمى كروسيا. وبالتالي هذه فرصة للحكومة أن تنشط على المستوى الدبلوماسي، أن تنشط أيضا على المستوى الميداني، أن تنشط كذلك على المستوى الإعلامي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، أعود بعودة أخيرة إلى دكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، يعني هذه الدعوة إلى المفاوضات الآن ربما هي الأولى بعد مقتل صالح، كذلك هي الأولى بعد الأزمة الخليجية التي حصلت والكثير من المتغيرات الأخرى خلال الفترة الماضية. برأيك الآن، هل بالنسبة الموقف بالنسبة لليمنيين سيكون أفضل فيما إذا ذهبوا إلى مشاورات سياسية؟ وإذا لم يكن كذلك، ما الذي سنشاهده خلال الأيام القادمة على صعيد المشهد اليمني سياسيا؟ نعم، يعني أولا أنا أظن أن غياب علي عبد الله صالح على النحو الذي حدث هو متغير، ما في ذلك شك، ولكنه ليس متغيرا استراتيجيا. علي عبد الله صالح يعني لم يكن يوفر غطاء أخلاقيا للحوثيين، بمعنى أن الحوثيين ما كانوا يحتاجون إلى هذا الغطاء الأخلاقي، وبالتالي ذهاب علي عبد الله صالح يكشفهم أخلاقيا لم يكن الأمر كذلك. الحوثيون يحكمون بآلة القمع والقهر والحديد والنار، ولم يعودوا محتاجين إلى علي عبد الله صالح، فتم التخلص منه. هذا متغير صحيح، ولكنه ليس متغيرا استراتيجيا ربما يفضي إلى إحداث تغير في يعني مسارات الأزمة في الجملة. هناك متغيرات أخرى سياسية كثيرة، ولكن أنا كما قلت يبدو لي أن يعني القرار المركزي بيد التحالف، على التحالف كما قلت آنفا أن يعني يخرج من حالة الجمود العسكري سواء على مستوى العمليات النوعية
التي يقوم بها التحالف نفسه وعلى مستوى يعني دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هما المؤهلان للزحف إلى صنعاء وإحداث تحول في ميزان القوى. التحالف إلى الآن يبدو أنه متهيئ من فعل هذا. هذه مسألة. المسألة الأخرى، على التحالف أن يعيد قراءة المشهد السياسي اليمني بشيء من الواقعية. يا أخي، التحالف ليس بيده، نحن هنا نتحدث سياسة لا نتحدث عواطف. التحالف ليس بيده أن يغير الخارطة السياسية اليمنية، ليس بيده أن يغير الأوزان النسبية للقوى السياسية اليمنية. فعليه أن يعيد قراءة المشهد اليمني سياسيا بشيء من الواقعية، وأن يقبل بهذا الواقع كما هو، وأن يحاول أن يستثمره لصالح حل سياسي ينتصر بخيار الدولة الديمقراطية. الباحث السياسي دكتور عبد الله الغيلاني كنت معنا على الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا لك. بعودة إليك دكتور محمد جميح، إذن الآن يعني في خضم حديث على مستوى الشرعية، نتحدث عن رئيس عبد الرب منصور هادي على يعني توجه على الأقل نحو حسم عسكري، برأيك الآن وعلى الرغم من الضغوط يعني المتوالية على التحالف العربي في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني، هل سنشهد تقدما عسكريا على الأرض تحمله الأيام القادمة، أم هدوءا مع هذا الحديث عن المفاوضات السياسية وجهود ولد الشيخ؟ الإشكال أن الأمم المتحدة تتحرك عندما يكون هناك تقدم بالنسبة للقوات الحكومية. نحن عرفنا أن الأمم المتحدة أيام مبعوثها السابق شمال بن عمر، في الوقت الذي كانت ميليشيات الحوثيين تطرق أبواب صنعاء، وفي اليوم الذي دخل صنعاء كان جمال بن عمر مع عبد الملك الحوثي في صعدة، وهذا معروف، وجاء مساء ذلك اليوم ليجبر مع الحوثيين الأطراف السياسية اليمنية آنذاك على التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، وهذا تاريخ معروف. لم تتحرك الأمم المتحدة والحوثيين يخرجوا من صنعاء إلى كل المحافظات اليمنية إلى أن وصلوا إلى عدن. الآن يعني تريد الأمم المتحدة أن العودة للحل السياسي، لأن الجيش الوطني يتقدم ولأن الكفة العسكرية يبدو أنها تميل لصالح القوات الحكومية. المشكلة المجتمع الدولي أنه يتخوف، أنه يريد إبقاء الحوثيين وإن كانوا جماعة ميليشياوية، يريد إبقائهم لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول ربما كان اعتبارا إنسانيا على اعتبار الانطلاق من الثقافة الغربية في ضرورة الإبقاء على الأقليات، والاعتبار الثاني وهو الاعتبار المهم هو اعتبار المصالح، لأن الغرب يريد حتى وإن كانت إيران تطرح طروحات مغايرة إلا أنها مطلوب أن تكون إيران قوية بالشكل الذي يؤذي العرب، مطلوب أن يكون حلفاؤها أقوياء بالشكل الذي يؤذي بلدان هؤلاء الحلفاء، حلفاء إيران أقصد، وبالتالي مطلوب من الحوثيين أن يكونوا أقوياء في اليمن وأن لا يسلموا أسلحتهم، لأن ذلك يعني مزيدا من إرسال الأسلحة، مزيدا من بيع الأسلحة لدول الخليج، ومزيدا من التوترات التي تساعد الغرب. لا نتصور إطلاقا أن الغرب يرغب في إحياء السلام، وإلا لكان حسم الموضوع من قبل، ولكن أنا أعتقد أن المسألة هي مسألة وطنية يمنية، وهذا المقام الثاني مسألة قومية عربية، وعلينا أن نحسم في هذا الأمر دون أن ننتظر. أنا أذكر فقط في الأخير بموقف الرئيس السابق علي عبد الصالح في 94، سواء اتفقنا أم اختلفنا مع هذا الموقف، عندما قال الأمريكيون بأن عدن خط أحمر، لكنه لم ينتبه لذلك الخط ودخل عدن في 94، بغض النظر عن هذا الدخول كيف كان، لكن على قوات الشرعية اليوم وهي مرابطة أمام أبواب صنعاء أن لا تعترف بأي خطوط حمر من أي شعار العاصمة اليمنية صنعاء. المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.